إذا متتبعينا، هو السكسو ديالنا من بعد ما طاب. بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش تذوقوا جيرانكم، والله تقبل منا جميعا، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وما تنساوش ترافقوه باللبن كما كتعرفوا راه السكسو كيجي مع اللبن. وبصحتكم وراحتكم، إلى فيديو آخر ووصفة أخرى. بالصحة والراحة. السلام عليكم متتبعينا متتبعين قناة يوميات لطيفة في فرنسا، مرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي الكسكس ولا السكسو. اليوم كيصادف يوم الجمعة، وبغيت نقول لكم جمعة مباركة على جميع مغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وبغيت نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم لهذه القناة هذه باش تطلع إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. جميع القنوات اللي عندهم محتوى نقي، محتوى محترم. اذا من هاد اليوم غادي نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا، ولا الطبق اليوم اللي معروف عند المغاربه، يعني يوم الجمعه ما كيدوش الا وكيطيبوا سكسو الغدا. يعني هذا واحد الطبق اللي هو اصيل وعريق معروف به المغرب. اذا غادي نقدم لكم المقادير، اذا غنقدم لكم مقادير على بركه الله وسكسو على الطريقه ديالي. وبغيت نترحم على جداتي الله يرحمها، هي كانت الشخص الاول اللي كان علمني الطريقه ديال السكسو كيفاش نطيب، هي اللي كان يعني وراتني اول مره نطيب سكسو. ومن ذلك الوقت وانا كان من ذلك الوقت عفوا وانا كنطيب بطريقتها. اتمنى في هذا النهار الجمعه ينزل عليها الرحمات، وعلى خويا ابراهيم، وعلى اصدقائنا اللي ماتوا اللي فارقونا، وجميع كل واحد عزيز علينا. والله يرحم جميع موتى المسلمين يا ربي في هذا النهار وفي هذه العواشر هادو يا رب العالمين. اذا تبعوا معايا. اذا غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الكرعه خضراء، نص كيلو ديال الخزو، نص كيلو ديال القرعه حمراء، ونص كيلو ديال الكروم ولا المكور، واحد 3 دقوقات بطاطا. يعني واحد يعني انا شخصيا كيعجبني سكسو مع بطاطا، ولا سكسو يعني فيه كتكون فيه بطاطا كتعجبني بزاف. اذا غنحتاجو بصله كبيره، ونحتاج واحد نص كيلو تقريبا ديال اللفت، واحد مطيشه بالقشور ديالها كنخليوها حتى الاخير، يعني تكلح الخضره ديالنا كامله. وكنحكوها علاش؟ حيت ديك ملي كتحكى يعني كتزيد تعطي اللون المرق ديالنا، يعني بلا ما تحتاج دير فيه نكهات اصطناعيه. ديك مطيشه كتطلق ديك الحموريه وكتعطي واحد اللون مزيان، يعني لون الزيت البلديه قلنا كنحتاجوها حتى الاخر. كنزيد واحد 3 المعالق ولا 2 معالق على حساب الذوق، حتى الاخر عاد كنزيدها ان شاء الله يا ربي. واذا غادي نلوحو كل شيء، قلنا اللحم ونزيدو عليها الخضره باش تديك اللحم كتطلق النكهه ديالها في داك الخضر وكيطيبوا مع بعضهم. اذا تبعوا معنا على بركه. وبالنسبه للعطريه، اذا نكمل معكم. بالنسبه للعطريه نحتاجو واحد الزعفران كافيت، قرفه، ونحتاجو الابزار، الملحه، خرقوم، سكنجبير، وبطبيعه الحال النتا الحمراء ولا التحميره، الفلفل الاحمر الحلو، وعندنا الزيت بطبيعه الحال الزيت البلديه والزيت الروميه حتى هي. اذا من بعد ما عملنا الخضره ديالنا، درنا اللحم وعملنا الخضره، اذا نضيفوا عليه الماء دابا وغيتشحر غير بشويه، لان عملنا الخضره اللي كتحتاج الطياب بزاف. وغادي نسد عليه، يعني نسد غير عادي بلا ما ندير الصفاره حتى يزيد يطيب شويه، وعاد ندير نضيف الخضره الاخرى اللي القرعه وبطاطا، ونحك مطيشه في الاخر ان شاء الله يا ربي.
إذا متتبعينا هو السكسو ديالنا كيطيب. إذا يمكن لكم تزيدوا واحد النكهة فيه ديال واحد طريف ديال الكنور ديال البقري بطبيعة الحال حيت حنا درنا اللحم، واللي عنده السمن، أنا ما عنديش السمن متواجد الآن، تقدروا تزيدوا واحد شوية ديال السمن. إذا دابا ضفنا البطاطا، درتو في إناء كبير حيتاش الإناء الآخر ما كفانيش. زدنا بطاطا والكرعة وحكينا مطيشة كما كتشوفوا من الفوق، وزدنا واحد شوية المراق وشوية الملحة على حساب حنا كندوقو بطبيعة الحال المراق ديالنا واش فيه الملح ولا لا. إذن ومن جهة أخرى السكسو ديالنا غنرملوه بشوية ديال الزيت كما كتشوفوا معايا. أنا عندي السكسو من النوع الرقيق، يعني هو السميدة ما كيحتاجوش الطفوار بزاف، أنا كنبورهم غير جوج مرات باش ما كيتعجنوش، يعني ما كيطلبوش بزاف ديال الطياب، ما كيطلبوش وقت كبير ولا كتير ديال الطياب. إذا غنرملوه بحال هاد الشكل بالزيت، رملناه مزيان، ومن بعد غنزيدو واحد شويه ديال الماء، شويه ديال الماء، غنزيدو شويه ديال الماء، مثلا نزيدو شويه ديال الماء وغيفوار المرات المره الاولى. غادي نعاودو نزيدو ليه في ديك المرحله غير الماء شويه ديال الملحه ضروري باش كيشد. اذا الى غطينا مزيان راه كيفوار دغيا، ما يحتاجش الوقت كما ذكرت كما قلت. نكملو على هاد الطريقه ونوضعوه في الكسكاس ديالنا. اذا متتبعينا هو السكسو ديالنا من بعد ما طاب، بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش تذوقوا جيرانكم، والله تقبل منا جميعا، تقبل الله اعمالنا واعمالكم، وما تنساوش ترافقوه باللبن كما كتعرفوا راه السكسو كيجي مع اللبن. وبصحتكم وراحتكم، إلى فيديو آخر ووصفة أخرى. بالصحة والراحة. السلام عليكم متتبعينا متتبعين قناة يوميات لطيفة فرانس، مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم وصفة لبانكيك، وغادي نحتاجو المقادير: واحد ياغورت، واحد خميرة ديال 20 غرام، جوج بيضات، قشرة الحامضة محكوكة، واحد كاس الحليب، نص كاس ديال السكر ولا على حسب الذوق، يمكن لكم تضيفوا الكمية ولا تنقصوها، ونص كاس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الطحين. إذن على بركة الله نبدأ ونخلطوا العناصر. اذا خوينا جوج بيضات كما كتلاحظوا معنا، والسكر والزيت، ودابا غنطربوهم ان شاء الله بالطراب الكهربائي
حتى كيولي اللون ديالهم ابيض وكتضاعف الكميه ديالهم يعني كتزاد. اذا بقاو معانا. اذا من بعد ما ضفنا جوج كيسان ديال الدقيق على العناصر الاولى اللي ذكرنا، اذا كنحصلوا على هذا الخليط بحال هذا الشكل، هذا بحال شكل الكيكه. اذا من بعد غادي نغطيو بالسلوفان نخليه من 5 حتى 10 ديال الدقائق ان شاء الله يا ربي. اذا غادي نغطيو السلوفان يرتاح ومن بعد نواصلوا ونكملوا معاكم. اذا من بعد ما خربنا العناصر الاولين زدنا قشره الحامضه محكوكه، ومن بعد غادي نضيفوا كاس الحليب بسم الله وغادي نزيدوا نطربوا ونضيفوا الياغورت ديالنا حتى هو. اذا نضيفو الياغورت على الحليب اذا غادي نطربو. نطربو العناصر كامله اذا، ومن بعد غادي نضيفو الطحين بشكل تدريجي. ونضيفوا الخميرة إذن. نديروا الخميرة ومن بعد نزيدوا الطحين حتى نحصلوا على الخليط كما بغينا. دابا نضيفوا الخميره دابا نزيدو نطربو ونبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه ونطربو في نفس الوقت. اذا من بعد ما كيديروا هاد الفقاعات هادو من الفوق كنحسوا بهم طايبين من التحت كنقلبوهم. اذا كنقلبوهم غير شويه غير بالمهل. اذا لي بانكيك ديالنا ها كيفاش كيجيو. اذا يمكن لكم ترافقوهم مع الشوكولات ولا مع المربى ولا على حساب كل واحد على حساب الذوق ديالو. بصحتكم وراحتكم والى فيديو اخر ان شاء الله في وصفه جديده والسلام عليكم.